بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، حديثنا اليوم حول حماية الأمن القومي الأمريكي، وكيف يتصدى الرئيس الأمريكي جو بايدن للذكاء الاصطناعي. تحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن عكست من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، عكست حجم القلق الذي ينتاب الحكومات من هذه التقنية إن لم يتم السيطرة عليها بشريا. وهناك خبيران في تكنولوجيا المعلومات يجيبان على السؤال المهم: ماذا أوصل أحد أكبر الدول تقدما في هذا المجال، والدولة التي نشأت فيها هذه التقنية أصلا، لأن تنتابها المخاوف منها لهذه الدرجة؟ جاء في تحذيرات بايدن خلال لقائه في سان فرانسيسكو مع رواد في تكنولوجيا المعلومات لمناقشة ما وصل إليه الذكاء الاصطناعي، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، حيث قال بأن إدارته ملتزمة بحماية حقوق الأمريكيين وسلامتهم، مع حماية الخصوصية ومعالجة التحيز والمعلومات المضللة، والتأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة قبل إطلاقها. نحتاج إلى إدارة المخاطر التي يتعرض لها مجتمعنا واقتصادنا وأمننا القومي، إدارة ملتزمة بحماية حقوق أمريكا وسلامتها من حماية الخصوصية، إلى معالجة التحيز والمعلومات المضللة، للتأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة قبل إطلاقها. وأكد الرئيس الأمريكي على ضرورة معرفة تأثير هذه التقنية على أمن الولايات المتحدة الأمريكية القومي وعلى اقتصادها. ومن ناحية السيطرة على الذكاء الاصطناعي، يوضح استشاري أمن المعلومات والتكنولوجيا إسلام غانم الخطوات المنتظر أن تأخذها الإدارة الأمريكية لتنجو من مخاطر الذكاء الاصطناعي. بايدن دعا شركات التكنولوجيا إلى وضع اتفاق للسيطرة على تطور الذكاء الاصطناعي. الرئيس الأمريكي يحاول منع أي شركة من أن تعمل بشكل منفرد. الرئيس الأمريكي طالب الشركات العملاقة بأن تتعامل في إطار عام يجعل الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة. فالذكاء الاصطناعي، وهو المرشح الخارق، يثير القلق لدى الجهات الأمنية الأمريكية، وبذلك هو يشكل عبء على الأمن القومي الأمريكي. وفي هذا السياق يلفت الانتباه استشاري الابتكار والتحول الرقمي محمد خليف إلى أن هذه التقنية أصبحت تدخل في كل شيء، مثل قطاعات الأعمال والصحة والتعليم والصناعة، ولها فوائدها لكن كذلك لها مخاطر على الأمن القومي. ويضرب مثلا على فوائد الذكاء الاصطناعي بأنه يعزز القدرات الدفاعية للدول، ويتم المزج بينه وبين الجيوش التقليدية لحماية الأمن. أما مخاطره التي أقلقت بايدن والمسؤولين في العالم عموما، فمن بينها حسب ما قال خليف الإدلاء بمعلومات تعرض البنية التحتية الحيوية أو شبكات الاتصالات أو الأنظمة العسكرية للخطر، وأيضا تطوير أنظمة لأسلحة مستقلة أو ذاتية القيادة، وهي ما يشار إليها بالأسلحة الفتاكة المستقلة أو الذاتية. كذلك يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي بإنشاء صوت أو فيديو أو محتوى مكتوب أو مزيف ينشر المعلومات المضللة في إطار حرب المعلومات. وكذلك يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة
تضخيم الدعاية وتصميمها والتلاعب بمنصات التواصل الاجتماعي والتأثير على الرأي العام. وهناك مخاوف بشأن خصوصية البيانات ومراقبة تقنيات الذكاء الاصطناعي للإنسان، حيث يتم جمع كميات هائلة من البيانات الشخصية والاستفادة منها في اكتشاف أنماط السلوك. وتسعى في هذا الصدد الهيئات التنظيمية على مستوى العالم جاهدة لوضع قواعد تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمكنه إنشاء نصوص وصور. كما ناقش بايدن في الآونة الأخيرة الذكاء الاصطناعي مع قادة عالميين آخرين بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي ستعقد حكومته هذا العام أول قمة عالمية بخصوص سلامة هذه التقنية. ومن المتوقع أن يناقش بايدن الموضوع مع رئيس الوزراء الهندي مودي خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية. والأسبوع الماضي وافق المشرعون في الاتحاد الأوروبي على تغييرات في مسودة قواعد الذكاء الاصطناعي التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في محاولة لوضع معيار عالمي للتكنولوجيا التي تستخدم في كل شيء، من المصانع الآلية إلى السيارات ذاتية القيادة إلى برامج الدردشة الآلية إلى التعليم، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي هو الملح الذي يدخل في كل المركبات، فهو السر الذي يدير كل الأنظمة المعلوماتية والمحوسبة في شتى مجالات الحياة، سواء كان في المجال التعليمي أو المجال الخدمي أو مجال الفنادق، مجال السياحة والسفر، مجال الصحة، في كل شيء يدخل الذكاء الاصطناعي، وهو بهذا خارق يدخل في كل قطاعات الحياة الإنسانية. والخشية كلها تتمثل في قدرته على التفكير التوليدي وبالتالي إنتاج أسلحة ومخاطر تهدد الحياة البشرية إذا ما فلتت الأمور من زمامها وأصبحت في أيدي الروبوتات التي تقود العالم، وهذا ما لا نرجوه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.